أصحاب الحلوين قبل ما تشوفوا الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا اللايك. هو القرد الغبي ده راح فين؟ بقالي أسبوع بعته يتجسس على الحيوانات علشان يعرف الزرافة اختفت وراحت فين. معرفت لهوش أي طريق لغاية دلوقتي. قرد غبي خالص، عمري ما قلت له على حاجة وفلح فيها. وبعدين الزرافة دي كانت الوجبة بتاعتي بعد 3 أيام، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أنت عارف الكلام ده لو طلع حقيقي أنا هعمل فيه إيه؟ ده أنا هعاقبه عقاب مش هينساه العمر كله. روح بسرعة اندهولي وقول للزعيم عايزك حالا، خليه يجيلي فورا وانا هعرف شغلي معاه. قرد غبي. عمرك يا زعيم قولي بس مالك، ايه اللي مضايقك؟ انا حصل مني اي حاجة؟ ده انا جايلك على ملا وشي. ما تقعدش تتنطط كده، اقعد وترزع عشان عايزك في كلمتين مهمين. عايز ايه بس يا زعيم؟ انت تؤمر يا زعيم. انت دلوقتي تروح تتجسس على الحيوانات وتعرف الزرافة اختفت وراحت فين، وقدامك ساعتين، ساعتين بس. لو ما جبتليش اي خبر عن الزرافة هتشوف انا هعمل فيك ايه، هعاقبك عقاب شديد مش هتنساه طول حياتك. حاضر يا زعيم، امرك يا زعيم. بسرعة قول للزعيم ده هيفرح خالص. زعيم افرح يا زعيم، عرفت مكان الزرافة يا زعيم، اديني المكافأة يا زعيم يا زعيم. ايه ده مالك منشكح قوي كده ليه؟ في ايه؟ اسكت يا زعيم، انا عرفت مكان الزرافة، سمعت الحيوانات وهم بيقولوا انها مستخبية عند بركة الطين. يلا بقى نروح نجيبها بسرعة. بجد يا قرود، ده الخبر ده لو طلع حقيقي انت ليك عندي مكافأة هايلة. يلا بينا بسرعة نلحقها قبل ما تهرب مننا تاني. ايه ده، هي فين الزرافة؟ ده انا سامعهم بوداني وهم بيقولوا انها هنا عند البركة. انا كنت عارف من الاول انك قرد غبي وكذاب، لا عاش ولا كان اللي يكذب على الزعيم. ومادام بقى انت جبتنا عند بركة الطين لازم تنزل في بركة الطين. يلا يا سقورة شيله وحطه في بركة الطين، هو ده عقابك يا كذاب. لا والنبي، لا الله يخليك يا سقورة، سيبني يا سقورة آخر مرة يا زعيم، سيبني يا سقورة ما ترمينيش. لا يا سقورة، لا البركة، لا يا سقورة، لا. هو ده جزات اللي يفكر يلعب بعقله ويضحك على الزعيم، الزعيم عمره ما ينضحك عليه. طلعني يا سقورة طلعني. القرد كان صعبان عليا قوي وهو قاعد في الطين ومش عارف يطلع. لا ما يصعبش عليكي، ده قرد خي وكذاب.